نقدم لكم ان شاء الله اليوم بزاف ديال الاغاني. يعني غادي تشوفوا الشو، بغيت نخليه مفاجاه تشوفوه. غادي نغني جوج اغاني من الالبوم، واحده سميتها اخر مره اللي هي من كلمات انس العراقي وتوزيع بلال افريكانو واخراج حسن القرفطي اللي صورتها في امستردام. الاغنيه الثانيه اللي هي مفاجاه ديال هذا الشو، كنتمنى اللي تشوفوه يعجبكم تهضروا عليه مزيان، لان لاول مره في المغرب غندير واحد الحركه جديده كنتمنى تعجبكم اللي هي في اغنيه بلا عنوان. يا رب يا رب، كنتمنى ذلك بحضور ديالكم. وهذا كاين الناس في جنود الخفاء يبدل الفكره وداك تطور بشويه بشويه، منهم بزاف ديال لي سبونسور اللي عاونوني بيان سور. كنبغي نوجه تحيه كبيره اخيرا طرحنا البروجي وتاقوا فيه لي سبونسور. ميرسي كاع المستشارين اللي كانوا معايا، ميرسي التالات اللي عطاتني يعني معدات اخر ما كاين في العالم. شكرا نبيل الخالدي اللي دائما كيسهر معايا باش لي سبيكتاك ديالي يكونوا في واحد الرقي. وصراحه انا كنقول ان الاغنيه المغربيه محتاجه البوم، والجمهور المغربي ما محتاجش يسمع اغنيه في العام. كيفاش يلاه بدات كتطور الاغنيه المغربيه في هذه 10 سنين او 12 سنه، كانوا الناس ما كيسمعوش الاغنيه المغربيه الجديده. فكان الى لحتي اغنيه ولا جوج في العام كيكونوا فرحانين وشبعانين. اليوم كما كنشوفوا كل نهار كطيح اغنيه، واحد كيحيد واحد كيزيد، ما براهن عليهم كاملين. داكشي علاش سميتو بلا عنوان، لان حتى شي وحده ما احسن من الاخرى. اختاريت لانني ديجا صور خارج المغرب، بغيت نحس بالدارجه المغربيه، نشوفوها في دي كادر عالميين. بحال دابا لاس فيغاس غتشوفوا اليوم التيزر ديالو، فقط التيزر اللي هي اغنيه قلبك يمشي بحاله للملحن محمد الشرابي، هي كلمات والحان محمد الشرابي واخراج سليم سموع ومخرج سوري عايش في لاس فيغاس. البوم من اتل زيد، انتاجات في الكليب، انتاجات الموسيقى، كل شيء من انتاجي، لو شو من انتاجي. يعني درتي فلوس من لا، بالعكس بالعكس، خصك تقولوا ان حاتم ما بقالو حتى درهم ومغامر على انه يفرح الناس، ولكن انا عارف ان هذا الشيء الا درته ما غنخسرش فيه، لان المردوديه ديال الالبوم وديال كل اغنيه غادا اتجاه شي غادي لتونس شي الجزائر شي لدبي، يعني كاينه واحد الانفستيسمون في الموسيقى. صورت قلبك يمشي بحاله في لاس فيغاس، صورت اخر مره في امستردام، وغنصور بالعنوان في المغرب ان شاء الله في الحي محمد. صراحه ما سمعت، ما انا فضلت ما يسمع حتى شي واحد، حتى الوالد ديالي ما سمعش الاغاني، والاخوات ديالي كنفضل انني نعرضهم للناس في كلهم بدقه واحده باش ناخذ رياكسيون صادقه. هي المناظر ديالي واللي كنفتخر بها. ونهار تجمعت انا وياها في الزواج لا في الخدمه، كانوا عراقيل قالوا لك علاش تكون مراتو كذا كذا، كل شيء من حقه يقول اللي بغى. لا لا، كاين بالعكس، كاينين كفاءات كبيره في المغرب، ولكن راه مهم الانسان يكون قريب بزاف من الارتيست، يخاف لي على ليماج ديالو اول حاجه هي ليماج. الا ما كنتيش كتخاف على ليماج، يمكن البيزنس تقدر في يوم من الايام تغلط في حق الارتيست ديالك ودير شي غلطه. مدام ديالي كنحبق عليها وكنخدم انا وياها وحنا فرحانين. حاتم ما وصلش للعالميه، حاتم وصل لقلوب الناس في المغرب، وبدا كيتوسع هذا الشيء من خلال المغرب اغاب وشويه في الخليج، ودابا كنقلبوا غير على الاغاني تنجح. ما كتسناش العالميه ولا جات مرحبا بها. انا 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 بيني وبين سعد صداقه ديال سنين، الجمهور ديالو كنحترمو، كيشوفني ان ما يمكنش، انا ماشي انا اللي كنت كريتيكا، راه الكره الارضيه كلها كانت كريتيكا. شكرا لاي جمهور ديال اي فنان، وحنا اليوم فرحانين مع الفنانين كاملين حاضرين معايا اليوم. طبعا هو لي ميساج بيني وبينو كيتمنى لي الخير ودائما. لا كنهضر، شوف، لا انا لا سعد ما كنبغيوش نبوستيو داك الشيء اللي بيناتنا، لان غيولي تجاره والبحث على لي لايك. فانا ما كنشوفش انني محتاج لي لايك باش شي دي ستوري اللي هما كيبغيو الناس. باردون، اللي بغيت نقول لك هو سعد انا وياه الواتساب ديالنا ما كيوقفش، لا داعي باش ننشروها للناس يشوفوا شنو كنقولوا انا وياه.